أحب أشكر كل الناس من أول دكتور أندرو للدكتور أحمد للدكتور محمد المصري لكل الناس صراحة من مجرد ما وصلنا من الساعة 1 بالليل أول امبارح الناس ما سابوناش لحظة فعلا أهل الكرم وأهل الطيبة واللي إحنا شفناه هنا في سوهاج فعلا يعني ما شفناهوش في أماكن كثيرة جدا ما كانش ينفع إن إحنا أبدا ما نلبيش الدعوة بتاعت النقابة بتاعت سوهاج أنا على مستوى شخصي متشرف جدا جدا إن أنا موجود معاكم. عارف حصلت مانس في التايم فخلينا ندخل على طول في التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه النهارده وهو الجروين نايت مير أو إصابات العضلة الضمة اللي بتيجي للأسيليس. من 5 لـ6% الإصابات اللي بتحصل لكل الأسيليس على مستوى كل الألعاب في العالم كله هي إصابات العضلة الضمة. فاخر النهارده هنناقش اخر جايد لاينز اللي اسبيتال نزلتها في الريهاب بتاع الجروين بروتوكول وهنربطها بالقياسات خاصه قياس التاتش ميوجرافي وهنشوف هل هيحصل ريكرنس ولا لا. السي بتاعي الادكتور لونجز حصل انكريزنج في الافشنسي ولا لا فخلينا نمشيها كده ستيب باي ستيب. البروتوكول بتاع الريهاب بتاع الادكتور هو هنقول ان في لعيب ايدرو جريد 2 سترين في الادكتور لونجرز ماسل الميكانيزم بتاع الانجري كان بيجري سبرنتنج بعد كده عمل سادن تشينج اوف دايركشن سمع كليكنج ساوند عن الادكتور خرج من الملعب. الطبيعي لما في الفيرست ايد مانجمنت لما بيحصل هذا النوع من الاصابات او خاصه اي اصابه زي السسبكتنج ان سي ال او تنسس او انجري اهم حاجه في الفيرست ايد اللي انت تعمله له زي ما بيقولوا ما تعملش اي حاجه تاني جاست اللي انت بتمنتين واللي احنا بنحط الايسنج وممكن ياخد اي حاجه مسكنه ويخرج من الملعب لو شاكين ان الاصابه دي اللي هي هتمنعه من انه يستكمل المباراه بتاعته. خرج ما بنعملوش اي انفستيجيشنز في نفس اليوم، لا بنسيبه خالص لان اصلا المنطقه كلها بتبقى هايلي انريتيتد وبيبقى في فيوجن قوي. سيبناه تاني يوم عملنا الالتراسونوجرافي وظهر ان في 2 سنتيمتر سترين في الادكتور لونجس ماسل وكان في انترا ماسلر كيرف كولكشن. ده كان باختصار ده كان الدايجنوزس اللي حاصل وحاصل معاه ماسل فلويد كولكشن فبالطبيعي اللي هو هيبدا يمنع الهيلي. في شقين بنبدا نمشي فيهم، الشق بتاع الميديكيشنز والشق الثاني اللي هو هيبدا الفيزيوثيرابي مانجمنت بتاعته. اسبيتار لما جت اشتغلت على هذا النوع من الحالات قالت انا مش هعمل اي فيزيوثيرابي سيشنز، مش هدي اي ميديكيشنز، انا هعتمد على الاكسرسايز. هنشوف مع بعض وهنشوف ده توتال صح ولا محتاجين نوع تاني من التدخل ولا لا. هما لما جم قسموها قال لك انا هشتغل على 3 حاجات جروين اكسرسايز نون جروين اكسرسايز رانينج وسبورت سبيسيفيك. جروين اكسرسايز هو اليكن اللي انا هجيبه السبت 2/4 نون جروين اكسرسايز هيشتغل معايا كل ما هو اكسرسايز اول اوفر ذا بادي ما عدا اللي انا هشتغل اي حاجه ريليتد للجروين وهاخد اليوم الاخير اوف. طيب ايه الكرايتيريا بتاعت البروجريشن بتاعتي ديورنج البروتوكول اللي انا طالما الفين عندي 2/10 او اقل انا هكمل وهتنقل من ستيب لستيب. تاني حاجه هشتغل بالسين بتاع البين كنترول ريبيتيشن ماكسيمم بمعنى لو انا طلبت منك تعمل اكسرسايز وليكن 3/10 انت جيت 3/7 بدأت تحس بألم أو خلاص مش قادر تكمل، أنا هعتمد التلاتة بسبعة هي دي الكاونت بتاع الإكسرسايز اللي أنا هعمله لك. ده ما يسمى بالبيت كنترول ريبتيشن ميثود أو على الأقل اللي أنا أحقق 75% من التارجت بتاع الإكسرسايز بتاعي، وزن البين ليميت أو إن البين ما يعديش الـ2/10، لو طلع 3 طلع 4 هاخد ستيب باك.
لما جم قسموا الجروين اكسرسايز احنا قسمناها اربع حاجات. اول حاجه الاكتف فليكسبيليتي، ثاني حاجه الايرلي ريزيستنس، ثالث حاجه اللود بروجريشن، رابع حاجه الهاي لود هاي سبيد. ده فيما يخص الجروين. النون جروين زي ما اتفقنا بيشتغل على كل حاجه ما عدا اللي انا احط اي لود او اعمل اكسرسايز للجروين اريا. وهتنقل ليتر اون هدخل على الرننج والسبورتس فانكشن، ودي بتتضمن اربع حاجات: الرننج موفمنت، سلو رننج سايد ستيبس، والرننج مع التشينج اوف دايركشن، واخر حاجه السبرنتنج مع التشينج اوف دايركشن. دي البيت كنترول ريبيتيشن ماكسيمم، دي الانتنس بتاعت الاكسرسايز لحد ما يبقى 2/10. الاكتف فليكسبيليتي انا هطلب منه اللي هو يشتغل 4 سيتس في 20 ريبيتيشنز، عباره عن ليج سوينج فرونت تو باك، ليج سوينج اوت تو ان، وانه يعمل هيب سيركلز. ابسط من البساطه، ما فيش فيها اي لود من اي نوع. طيب ايه البروجريشن كرايتيريا بتاعتي؟ اللي انا عندي مينيمال بين 2/10 في الريست وفي الووكينج وفي الستاندنج وانا فاتح في الماكسيمال ابتاتش. الثلاثه دول استوفيتهم، هنقل على الفيز اللي بعدها اللي هي ايرلي ريزيستنس. ايرلي ريزيستنس انا هطلب منه يشتغل 2/20، 2 تو سيتس ب 20 ريبيتيشنز. هيشتغل هيب ابتاتشن بالالاستيك، هبدا ادخل معايا الالاستيك باند مع الجراديويشن بتاع الريزيستنس بتاعته. هيشتغل هيب فليكشن بالالاستيك باند، وهيعمل الابدومينال تويست، الاكسرسايز بتاع الابدومينال تويست. ايه البروجريشن كرايتيريا بتاعتي؟ ما عنديش ريستنج بين، ولكن الديلي اونست ماسل سورنس اكسبتد. لو عنده ماسل سورنس هو اكسبتد، ولكن له ليس انديكيشن ان انا اخد ستيب باك او ان انا اقلل الاكسرسايز. واللي هو يعمل هيب ادكشن اكسرسايز مينيمم يشتغل 1 سيت في 20 ريبيتيشنز. الفيز الثالثه، الفيز الثالثه انه هيشتغل لود بروجريشن، هيعمل ال 6 اكسرسايزز اللي فاتوا بتوع الاكست فليكسبيليتي والايرلي ريزيستنس، وهبدا ازود عليهم وان ليج كوردينيشن اكسرسايز. هيبدا يقف على وان ليج ويبدا يشتغل كوردينيشن. ايه البروجريشن كرايتيريا بتاعتي؟ انه هنعمل هيب ابدكشن اكسرسايز 1/15 وفول رينج اوف موشن هاي فيلوسيتي اكتف دايناميك اند باليستيك ستريتش. انه يبدا يروح اكتف ستريتشنج مفيش اي مشكله، او هيروح وهيسستين ما يكونش فيها اي بين. حققت الشروط ديت، هنقل على الفيز اللي بعديها اللي هي الهاي لود هاي بروجريشن. هعمل الاكسرسايز من 1/7، هزود معاها التيكنج اكسرسايز او التنشن ارك. هنشرح كل حاجه بالصور دلوقتي عشان الامور تبقى واضحه. وهيبدا يعمل الكوبنهاجن اكسرسايز اللي احنا بنعتبره في السبورتس انجل هو الجولدن ستاندرد البريفنشن بتاع الادكتور انجلز. طيب ايه الكلينيكال بين فري كرايتيريا اللي هتنقلني على الفيز اللي بعديها؟ بين فري مع البالبيشن، بين فري في الماكسيمال ايزومتريك ادكشن في الاوتر رينج، بين فري مع الماكسيمال باسيف ادكتور ستريتشنج، بين فري هيب ادكشن اكسرسايز في الالاستيك 10 ريبيتيشنز، بين فري الكوبنهاجن يعمل تمرين الكوبنهاجن اللي هو اشبه من انه بينام بالسايد بلانك وبيرفع رجل السليمه لفوق والرجل الافكتد تبدا تطلع من تحت لفوق لحد ما تلمس الرجل الثانيه، يعملها 10 مرات من غير ما يكون في بين او ان البين ما يعديش الاثنين من 10. وهيشتغل التي تيست، هنشرحه دلوقتي ايه هو التي تيست، مهم جدا بيبقى موجود في فترات الاعداد وبيبقى من ضمن الكرايتيريز بتاعه الريتير لما بندخل في الليتر ستيج بتاعنا الريتير، انه يعمله 10 مرات من غير اي قلق. نكست؟ نكست؟ هنرجع للراجل ممكن دلوقتي. نكست برضه؟ الاكتف فليكسبيلتي ادي الليج سوينج اكستنشن اوف فليكشن زي ما انتم شايفين. نكست نكست. وادي الليج سوينج اي بي دكشن او ابدكشن زي ما بيسموها، والادكشن نكست، والهيب
سيركنز هي دي الاكتف فلكسبيليتي فيشن. ثانيه نكست الفيز الثانيه اللي هي الايرلي ريزيستنس هستخدم اربع ريزيستنس من الالاستيك باند زي ما انتم شايفين في الصوره وهبدا اتدرب فيهم. ده اللي هيبقى ادكشن بالالاستيك. نكست الهيب فليكشن بالالاستيك الابدومينال تويست الوان ليج كوردينيشن الكيكنج اكسرسايز او التنشن ارك الكوبنهاجن ده بيسموه البارتنر اكسرسايز اساسا يبقى حد معاك. التمرين ده في منتهى الاهميه في البريفنشن لحالات الادكتورز. هما عملوا الجدول دوت عشان يورينا الفيزز بتمر ازاي. انا عندي اول فيز ما فيهاش اي لود خالص. فيز 2 الماكسيمم لود لحد 2 من 10 هي وفيز 3 وفيز 4. النمبر اوف ريبيتيشنز على طول فيز 2 هشتغل لحد 20 ريبيتيشنز. فيز 3 هشتغل من 16 ل 20. فيز 4 هشتغل من 10 ل 15. انا قللت شويه ريبيتيشنز علشان بعلى بالريزستنس. النمبر اوف سيتس هشتغل فيز 2 2 سيتس فيز 3 3 سيتس فيز 4 4 سيتس. الريست ان بتوين السيتس ده بيبقى individualized ما بيني وما بينك هنحدده مع بعض. السيشن بير ويك احنا قلنا هنشتغل 3 سيشنز بير ويك هنفوكس فيهم على الجروين بروتوكول. الديوريشن بتاع الاكسبيرمنت احنا ما ربطناهاش بوقت قد ما ربطناها لحد ما البروتوكول يخلص. الديستريبيوشن بتاع الكونتراكشن موف الفيز 2 احنا اشتغلنا بروح 3 كونسنتريك وارجع 3 سكندز اكسنتريك. فيز 3 نفس الشيء هروح 3 كونسنتريك وهرجع 3 اكسنتريك. فيز 4 هروح 1 سكند كونسنتريك وارجع 3 اكسنتريك. مهم جدا الاكسنتريك لود والريسك بتوين الريبيتيشنز زيرو ما ريحناهوش بتوين الريبيتيشنز. والتايم هم حسب التايم اندر تنشن في كل فيز. لقينا في فيز 2 التوتال التنشن اللي الادابتور اتحطت فيه كان بلس 252 سكند. فيز 3 من 288 ل 380 360 سكند. وفيز 4 من 160 ل 240. الحاجه اللي بقى مهمه جدا كان اسمها الفوليشنال فيلير. بمعنى انا لو جيت اطلب منك مثلا فور اكزامبل انت شغال ستريت ليج ريزي انت بدات اول 4 5 6 7 تعبت بعد كده يعني يو تشيتد انت بدات تعمل اي كومبنسيشن او اي موفمنت بطريقه عشوائيه لمجرد اللي انت تحقق التارجت بتاع الاكسرسايز ده بنسميه البوليشنال فيلير وما بنحسبوش. احنا بنحسب لحد اخر عده هو عمل فيها الاكسرسايز بصوره سليمه. فعلشان كده البوليشنال فيلير كان محطوط في الاعتبار. الرينج اوف موشن الهيب نيوترال الماكسيمم هيب ابدكشن والريكفري بتوين السيشنز زي ما قلنا هنشتغل سبت 2 4 هيشتغل ويريح اولموست 48 ساعه او اقل وبعد كده يرجع تاني يكمل وهكذا. بص نكست لما جينا عند الفيزيكال تراننج والسبورت فانكشن زي ما انتم شايفين انا بجيب الادر 5 متر وابدا اشتغل مع يعمل سلو ستريت راننج انه هيبدا يجري عادي بعد كده هيشتغل رجل واحده بنفس الطريقه. نكست برضه في السلو ستريت راننج انا بخليه يبدا يجري بحط له مسافه 30 متر ويروح ويرجع 30 متر ويروح ويرجع. ده هيشتغلها ب 60% من الانتنستي بتاعته لمده ربع ساعه. لو حقق دوت هنقل على الفيز اللي بعديها. نكست اللادر دريل او اللادر شفل انا برضه عن طريق اللادر هبدا بهذه الطريقه شويه. عامل الاولانيه هصعبها عليه هسكيب 1 بوكس عمل هصعبها عليه اكتر هسكيب 2 بوكسز. نكست اللادر دريل او السايد تو سايد ستيبس هيشتغل زي ما انتم شايفين هيبدا يدخل جوه اللادر هيطلع بعد كده رجل بره بعد كده يجري والرجل الثانيه بره يجري ورجل بره. هصعبها عليه هسكيب وان بوكس هيعمل نفس الميكانيزم. هصعبها عليه اكتر هيعمل هسكيب تو بوكسز وهيروح برضه بنفس السيكونس. نكست
الدايجونال يونيلاترال جامب انه هيبدا هيعمل جامبنج اوت ان اوت ان اوت ان اوت ان اوت ان. هصعبها عليه برضه هسكيب 1 بوكس هصعبها عليه هسكيب 2 بوكسز. الاكسلريشن والديسلريشن زي ما انتم شايفين انا بحط الكونز ادي اول كون 5 متر الكون الثاني بعدين 5 متر الكون الثالث بعدين 5 متر الكون الرابع وهطلب منه انه هيروح من 0 ل 5 بعد كده يرجع بعد كده يروح من 0 ل 10 بعد كده يرجع بعد كده يروح من 0 ل 15 بعد كده يرجع. ده المقصود بالاكسلريشن والديسلريشن. الزجزاج رمزه هنا احنا بدأنا هيبقى في نوعا ما نوع من اللي تشينج اوف دايركشن اللي هو اصلا كان المين كوز بتاع الاصابه بتاعته هيروحها سايد وهيروحها بوش بنفس الطريقه ديت مره شفل مره تيرنينج. نكست التي تيست من اهم التيست اللي ممكن يتعمل هو التي تيست. طريقته بتبقى ادي الستارت بتاعي من تحت 10 متر بحط كون تاني على يمينه 5 متر بحط كون تالت وعلى شماله الناحية التانية 5 متر بحط الكون الرابع. بطلب منه اللي هو يروح من 0 ل 10 بعد كده يقوم رايح 5 شمال بعد كده يقوم راجع 10 يمين بعد كده يقوم راجع 5 في النص بعد كده يقوم نازل 10 لحد ما يرجع الستارتنج بوينت هي الاند بوينت بتاعته. نقول الحتتين اللي قدامنا حلو وبيتم استخدامه كمان في فترات الاعداد في البري سيزون. انا بحط من 0 ل 10 بعد كده الكون اللي فوق بحط على شماله 5 متر وعلى يمينه الناحيه الثانيه 5 متر اطلب منه انه يروح من 0 ل 10 بعد كده يقوم رايح 5 شمال بعد كده يقوم راجع 10 يمين بعد كده يقوم راجع 5 في الميدل وارجع للانت بوينت بتاعتي. ده مهم وان المفروض لو عمل التي تيست 100% من الانتنستي بتاعته لمده 10 مرات من غير اي بين ده هيبدا ساين اوف اكسبتنس اللي هو يدخل على السبورت سبيسيفيك اكسرسايز او التمارين اللي هيعملها في الملعب طبقا للبوزيشن بتاعه في هذه اللعبه وليكن على سبيل المثال الفوتبول. الإلينوي أجيلتي دريل زي ما انتم شايفين من أهم الستات اللي ممكن تتعمل. أنا أدي الستارتنج بوينت بعد كده 10 متر بحط كون بعد كده من الستارت 5 متر بحط كون 5 متر تانيين بحط كون وأطلب منه يروح من 0 ل 10 ويقوم نازل والكونز اللي في النص بتبقى مسافة 3.3 متر ويبدأ يروح من حوالين الكونز لحد ما يطلع ويقوم راجع تاني بينزل وبيعمل الترنج ويقوم طالع ونازل لحد الفينش بوينت بتاعته. ده اسمه الإلينويز أجيليتي دريل. نكست ستار دريل. ستار دريل أكتر تمرين بيبدأ يتحط فيه لود على الأبدكترز ده من أكتر التمارين اللي فيها رياكتيف تشينج أوف دايركشن. صورته زي ما انتم شايفين من عند الكوره كده هو هيعملها بطريقتين مره بالكوره ومره من غير الكوره. هيروح بعد كده يطلع في النص بعد كده ينزل 90 درجه يعمل تشينج 90 ويرجع ينزل تاني ويروح بعد كده يعملها 45 درجه ثانيه ويرجع ويروح يعملها 135 درجه ويرجع ويروح ويكرر على السايد الثاني. اكتر اكتيف تشينج اوف دايركشن اكسرسايز بيتعمل للجروين بروتوكول هو الستار دريل. نكست زي ما اتفقنا الجنرال لان جروين اكسرسايز هو بيشتغل على كل حاجه ما عدا ان انا احط اي لود على الادابترز. نكست ايه الكلينيكال بين في كريتيريا اللي هو يدخلني على الكنترول سبورت تريننج؟ ان بيبقى عندي بين فري مع الادابتر بالبيشن بين فري في الماكسيمال ايزومتريك ادكشن في الاوتر رينج بين فري مع الماكسيمال باسيف ادكتور ستريتشنج بين فري في الهيب ادكشن اكسرسايز بالالاستيك 10 ريبيتيشنز بتبقى اعلى ريزيستنس في الالاستيك باند بين فري في الكوبنهاجن اكسرسايز اللي بنعمله 10 مرات ما يكونش فيه اي الم او زي ما اتفقنا انه ما يعديش الاثنين من 10 بين فري في اللينير سبرنتنج يعمل لينير سبرنتنج
انتنس لعنده 100% لمسافه 10 مرات في مسافه 30 متر من غير ما يكون فيها اي الم، وبين الفري في التي تيست اللي احنا شرحناه 100% سيلف ريبورتد من الانتنستي بتاعته. نكست. الكنترول سبورت تريننج انا هبدا هشتغل فيه من يومين لثلاث ايام قبل ما يرجع تاني يشارك في التمرين الجماعي. طيب ايه الكرايتيريا بتاعتي علشان يبدا يدخل تمرين جماعي او جروب تريننج مع التيم بتاعه؟ اللي هو بين فري في الالينوي اجيليتي 100%، بين فري في السبايدر تيست. ايه هو السبايدر تيست؟ فاكرين التيست بتاع الالينوي اجيليتي السوري بتاع رحله الستار دريل اللي انا بحط 45 و90 و135؟ هو ان هو اشبه بخيوط العنكبوت، بزود زوايا وبزود اتجاهات. المفروض انه يعمل سبايدر تيست 100% من التنس بتاعته بين فري مع الفوتبول دريل، ان هو يبدا ينطق بالكوره ويروح ويجي من غير اي الم. بري بلاندر اكتيف تشينج اوف دايركشن، ان يبدا يغير اتجاهات بالكوره ومن غير الكوره، وده بنستخدمه عن طريق الستار دريل. بعد كده هيعمل الجامبينج باي لاترال من لاترال هوريزونتال فيرتيكال من غير اي الم. هيعمل ستريت باس مع بروجريسيف تيست ديستنس، بمعنى من عند نقطه الجزاء هيباص هرجع شويه، من عند خط ال 18 هرجع شويه، كل شويه هزود الديستنس وهزود العزم بتاعي في الباص. المفروض الكلام ده كله ما يكونش فيه الم. الكروس ستاند ورانج، عارفين الكروس لما بيجي رجله يقوم رافع الكروس ما يكونش فيها اي الم. الكورنر كيكس الضربات الركنيه ما يكونش فيها اي الم. الشوتنج سيناريو اللي انا ببدا اخليه يشوط على المرمى من مختلف الزوايا ومن مختلف المسافات ما يكونش فيها اي الم. 1 فيرسس 1 اللي واحد قصاد واحد بالكوره، وابدا اروح وارقص واعمل تيرن واعمل تشينج اوف دايركشنز. الكلام ده كله ما بيبقاش فيه اي الم. لو استوفى كل الشروط ديت هبدا اسلمه للتمرين الجماعي مع الفريق بتاعه. اللي يعرفني اللي انا مش صح. عادة احنا بنعمل البري سيزون اسسمنت قياسات ما قبل الموسم، دي بنعدل سيريس اوف ميجرمنتس من اهمها التنشوميوجرافي. ويمكن مصر اللي انا في اكثر من كونفرنس بتكلم عن التنشوميوجرافي، لان احنا من التولز اللي ساعدتنا كويس جدا اللي احنا ناخد 2 دوري ورا بعض، وكان عندنا ضغط ماتشات ونشتغل 3 ايام، كل 3 ايام بيبقى في مباراه بننافس هنا وفي اكثر من 3-4 بطولات. وصلنا اخر مباراه في السيزون كنا بفضل الله زيرو مصر سبيتال انجرز، لان عن طريق بدانا ناخد احتياطاتنا من الاكتيفيشن من البريفنشن من السترينثنج من الانديورنس. فاللاعب دوت لما عملنا له ده كان 2 تايمز على الدكتور سترين بعد ما حصل كومبليت هيلي عند الجلسات، عملنا التنشن ويبرفي. هو التنشن ويبرفي دي اس اي المصر كونتراكتايل بروبرتيز افشنسي، بنشوف الكفاءة بتاعة الكونتراكشن والريلاكسيشن فيز بتاعة العضلة. أنا دلوقتي بيبدأ يحدد لي التايم ديلي، يعني لو العضلة زادت عن الريفرنس بتاع هذا اللاعب وبنحسبها بالملي سكند. طب بنحسبها ازاي او ايه اللي بيعرفني ان ده الريفرنس؟ هم عملوا زي استادي، خدوا اكتر من 100 لاعب، الفئه العمريه بتاعتهم وليكن من 17 ل 27، البوزيشن بتاعهم في الملعب وليكن باك ليفت او باك رايت او سترايكر او حارس مرمى، وطلعوا الافرج ريفرنس بتاع قياسات التنشن ويجرافي لكل عضله من هذه الفئه من اللاعبين. فاللاعب دوت لو كان جاله ليفت او دكتور سترين زي ما انتم شايفين، لما بصينا على التايم ديلي اللي هي الثالث واحده من فوق، المفروض العضله اللي هي تبدا تعمل الكونتراكشن في 20 ملي سكند بوينت 8، هو بيعد 2 ملي سكند والعضله حصل لها اكتيفيشن. ده معناه ان العضله كانت اوفر اكتف جدا جدا، وده يحط لي اول بروبلم ليست عندي، وهي اللي ان العضله اوفر اكتف يبقى عندي مشكله في الاكتيفيشن. التايم كونتراكشن هي اول واحده فوق، المفروض العضله تعمل كونتراكشن في 20 ملي سكند بوينت 4، هو جه عند 9.3 ووقف، معناه ان في نوع من الويكنس. بعد كده التي اس اللي هي رابع واحده في تايم سستين، المفروض العضله تهولد الكونتراكشن في 125 ملي سكند،
ده معناه جه عند 8 وقع، معناه ان عندي مشكله في الانديورنس. واخر حاجه التايم ريلاكسيشن، المفروض العضله تعمل ريلاكسيشن افتر كونتراكشن في 55 ملي سكند بوينت 8، هو جه عند 1.4 وقع. اصبح انا عندي مشكله اكتيفيشن ستريس انديورنس ريكفري. الاوفر اول افشنسي بتاعت العضله كانت 46%، اقل من 80% يبقى انا عندي ريسك ان يحصل سترين او اوفر يوز، ريبيتيتد اوفر يوز او تير في هذه العضله. لما مشينا على سيريس اوف بريفنتيف اكسرسايز اكوردنج لكل مرحله من هذه المراحل، احنا بنحسبها بنقارن الليفت. يعني عملنا تي ام جي على الليفت ابدكتور، عملنا تي ام جي على الرايت ابدكتور، وبنحسب حاجه اسمها اللاترال سيمتري. اللاترال سيمتري ما بين الاثنين، وبناخد الافريج ونطلع الافشنسي بتاعت العضله، فكانت 46%. بعد ما اشتغلنا معانا سيريس اوف بريفنتيف اكسرسايزنج لمده حوالي 6 لـ 8 اسابيع، وعملنا ري ميجر تاني ثرو التنشوميجرافي نيكست، هتلاقوا ان النسب زادت. هتلاقي بص كده معايا، اول حاجه ان التايم ديلي ثالث واحده فوق طلعت ل 17.5 من اصل 20، ادي في امبروفمنت. عندي التايم كونتراكشن 13 من اصل 20، السترينث زادت. عندي التايم سستين بعد ما كان 8 من اصل 125 طلع لفوق لحد بقى 115، فده معناه ان الانديورنس زاد، وان التايم ريلاكسيشن اتحسن بعد ما كان 1.3 او 4 طلع ل 6.5. ستيل لسه مش افضل حاجه، بس حصل امبروفمنت في التايم ريلاكسيشن، وبناء عليه كانت اللاترال سيمتري بتاعت الليفت ابدكتور لونجست رفعت من 46% لحد 84%. ومن ساعتها وهو محافظ على البريفنتيف اكسرسايز بتاعه، الكلام ده بقى له اكتر من 3 سنين، ما حصلش ريكرنس للابدكتور اكسرسايز. اذا القياسات مهمه اللي احنا ناخدها، القياس زي دوت احنا بنعمل قياس لاكتر من 15 ل 16 حاجه. نعمل ريكتس فيمورس، الباسس ميديالس، الباسس لترالس، البايسبس فيمورس والسيمي تندن والسفالمبريوس والباسترولاترالس والميديالس واللور ابدومينال، فبتطلع افشنسي لكل هيد. بناء عليه بنحط البروجرام المناسب. ادي اول قياس. القياس الثاني انا قربت خالص من بنضيف عليه قياسات ثانيه زي الايزوكاينتيك تيست عشان نشوف في موسس امبالانس ولا لا. بعمل البالانس اسسمنت، بعمل الفيجو 2 ماكس، بعمل فانكشنال اسسمنت، بعمل فيرتيكال جامب، بعمل سمارت سبيد، بعمل بوستشر اسسمنت بتاعي. وبيبقى عندي في بدايه الموسم الميديكال بروفايل بتاع كل اللاعب، وبيتم تسليمه الى الجهاز الفني للفريق في بدايه فتره الاعداد، وبنبدا نشتغل على الافكس من دي 1، وبيظبط شغلنا. ما بنستناش الانجل اللي هي تحصل علشان نعمل لها تريتمنت، بل شغلك بيبدا من دي 1 از ابريفنشن. نمشي بالحساب، نمشي بالريكفري ميثودز، نمشي بمتابعه اللاعبين، الفايلنج والدوكيومنتيشن والستاتستكس والبري بلان لاي سفر او اي مباراه. ده في منتهى الاهميه. جزئيه الفايلنج والدوكيومنتيشن مهمه جدا جدا جدا، انها بتعزز شغلك. دورنا كعمال طبيعي، انا لو قلت لك ان دورنا بيعدي 80% من شغل الاجهزه الطبيه، انت دي اهميتك، انا مش ببالغ. لو قلت ان اخصائي العلاج الطبيعي المصري لا يكون لكفاءه واهميه عن الدكاتره بتوع اوروبا، والله العظيم ده صح. واحنا رحنا بره وشفنا البيز بتاع الفيزيو المصري متاسس صح، البيز عنده قوي جدا، النولج عنده قويه جدا جدا، لا تقل اهميه عن بره. فالموضوع ابسط من البساطه، اشتغل، اتبسط، اخلص في شغلك، وربنا يجازيك كل خير. أنا مش هطول، وشكرا جزيلا.